السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد مع اخر صيحات الموضه مع لامي فيلفيت او ما يعرف بياقوتا، وبالوان جد ممتازه وكاليتي راه تبارك الله كاليتي زوينه، وبروميان ديالو شي حاجه كوريا. هذا كان شي دوك بياس، بغيتي قفطه بغيتي جلابه بياس كيجي زوين في اللبسه ديالو. نبداو باللوينات ديالو، هذا في 11 لون. كاين هذا اللون، هذا جوم وطارد مع التوب ديالو قطعه ثانيه ديالها كوريا كريب دوسوا كوريا، حاجه مزيانه. وكاين شي جلابه وكاين شي قفطان في هذا اللون، هذا الفيغ او حتى هو اللون ديالو زوين وكيجي طايح في اللبسه ديالو. بالنسبه للعبار هذا راه في 2.50 متر على متر ونصف العرض، وكذلك الكريب دوسوا ديالو في 2.50 متر على متر و50 في العرض. كاين هذا اللون، هذا فيشيا حتى هو اللون غزال. بالنسبه للوان راه كنظن ان اللون كيبان لكم مزيان، وفي هذا اللون هذا موف سيل. كاين هذا اللون، هذا بلون كاسي حتى هو اللون ديالو زوين، كيجي بالنسبه للعريصات. وهذا راه ممكن انك ترزي وممكن انك تلبسيه بوحدو، الثوب ديالو ماشي شفاف والبروميان ديالو الثوب ديالو ماشي شفاف وطايح في اللبسه ديالو. كاين هذا اللون، هذا بلو جين حتى هو لون زوين، اللون اللي مطلوب بزاف في السوق واللون ديال هذا العام تبارك الله. كاين هذا اللون، هذا في الاورانج حتى هو اللون ديالو زوين ومطلوب هذا العام حتى هو. في هذا اللون هذا الفيو غوز حتى هو اللون ديالو انيق، وهذا اللامي هذا راه اوريجينال ديالو، يعني حاجه مليحه ما كيتمحى ما والو. كاين هذا الفير، هذا الخضر فلاشي حتى هو اللون ديالو زوين. كاين هذا السيل هذا، وكاين هذا الفير انيس، هذا فيه 11 لون. بالنسبه للوان ديالهم راه كلهم زوينين، يعني شي حاجه الاخرى 2021 هذه هي اخر ما كاين دابا في السوق في الموضه، هي اللي مطلوبه في السوق مزيان، واللوينات اللي مطلوبين. يعني ما كاينش شي لون هنا، انا اللون ينسيك في لون، ما كاينش شي لون زعما اللي غادي تقولي ما يعجبنيش، ولكن اللوان تبارك الله كلهم زوينين. وممكن انك ترزي، ممكن تخدمي جلابه دو بياس، ممكن هذا تلبسي غير بوحدو تخدمي قفطان بوحدو، شوف راه ما كيبين ما والو. واللوان تبارك الله راه عطا الله الخير، اللوان زوينين وعندك فاش تخيري. ومرحبا.